أهلا بك إلى وجبات من كرافت، أفكار تجعل طعمك كل يوم ألذ. سنتعلم اليوم وصفة شهية جدا، وهي الفطائر بجبنة كرافت موتزا تشيدر. أولا اقطعي صدور الدجاج شرائح ورشيها بزيت الزيتون وعصير الليمون، وابرشي بعضا من قشر الليمون عليها. تبليها بالملح والبهار ورشي عليها بعض البابريكا. أضيفي الدجاج في مقلاة ساخنة وقليها حتى تستوي جيدا قبل أن تطفئ النار. أخرجي جبنة كرافت موتزا تشيدر من علبتها وابرشي 200 جرام منها. ضعي الجبنة في المقلاة مع الفلفل والكرات الأخضر المفروم. اخلطي كل هذه المكونات جيداً. غطي المساحة التي تشتغلين عليها ببعض الطحين قبل أن تبسطي عليها مربعات الفطيرة الهشة. ضعي بعضاً من الحشو على كل منها قبل أن تطويها على شكل مثلثات. اختمي الأطراف جيداً بواسطة شوكة. ضعي الفطائر على صينية فرن، ثم أدخليها إلى الفرن المسخن على حرارة 200 درجة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. وصفة الفطائر بجبنة كرافت موتزا تشيدر وغيرها الكثير متوفرة على موقعنا mealswithcraft.com. استمتعي بها.